أنا اسمي حسين النصرات، متخصص في علم الحيوان، بحمل شهادة الماجستير في تخصص علم الحيوان. اليوم بدنا نتحدث عن أمر اعتدت أني أنا أشتغله، وهو أمر جميل وفي نوع من الفنيات واللمسات الجميلة، وهو موضوع التحنيط. بداية وقبل ما نحكي عن كلمة تحنيط، لأنه كلمة تحنيط كلمة متخصصة جدا، وكلمة خلينا نقول ما بتشير لجزء معين من عملية كاملة، بسموها حفظ العينات، بسموها اللي هي السامبل بريزرفيشن. وبس احنا يعني اعتدنا على المفهوم اللي هو التحنيط، انه بالمعنى انه جسم كائن حي بنحافظ على الجسم. وحقيقة انه هذا المفهوم تغير بشكل كبير بين الماضي والحاضر. التحنيط اللي احنا بنعرفه وقت الفراعنة، واللي هو لغاية الآن مش معروف الأساليب اللي استخدموها في التحنيط، هو أمر يختلف تماماً عن التحنيط اللي إحنا بنستخدمه الآن، واللي هو يسمى تاكسيديرمي. تاكسيديرمي معناها أنك أنت بتحتفظ في الجلد تقريباً، فهي عبارة عن عملية تفريغ كائن حي من محتواه النسيجي خلينا نسميه، ومن ثم أنت بتقوم بالاحتفاظ في أجزاء من الجلد أو الجلد كله، وأجزاء من الأماكن الصلبة مثل أطراف الأرجل والأيدي ومنطقة الجمجمة إلى آخره. ومن ثم هذا الجسم اللي يتكون من الجلد وبعض العظام والأجزاء الصلبة، بتقوم أنت بحشوه بمادة، قد تكون طينية صلصال، قد تكون قطن وسلاك، ومن ثم بتدبغ قبل ما تحشي. طبعا بتعمل دباغة للجلد بنوع خاص من الأملاح اسمه صوديوم تتربوريت. وطبعا ليش الملح هذا؟ لأنه إحنا بحاجة أنه نفس الجلد ما يتحلل. في النهاية إحنا في عنا عديد من الكائنات الحية اللي ممكن تتعرض للقتل بوساطة الصيادين، أو تتعرض للدهس بالسيارات بغض النظر، مقتولة لسبب أو لآخر. فبدل ما العينات هذه تم إتلافها، العينات هذه ممكن تستخدم في التحنيط، وبنوفر هيك خلينا نحكي معرض علمي بعرض الأجسام الحقيقية لهذه الكائنات الحية، تمام، وبتكون ضمن أسس الأرشفة العلمية اللي أي زائر بيجي بيشوف هذا الكائن الحي المحنط بكون بعرف شو النوع، شو الخصائص الشكلية لهذا الكائن الحي، بدون ما أنه نخسر العينة. بالعكس، هو شيء جميل ورائع أنك يعني تحتفظ في العينات ذات الأشكال المختلفة والأنواع المختلفة.